دينا نحييكم من جديد. ما زلنا معكم. أول حالة وفاة بسبب عمليات النصب على المواطنين في القضية الشهيرة التي سميت باسم المستريح، وهو أحد الذين يجمعون الأموال من المواطنين ويوهمهم بأنه حيديهم أعلى فايدة. بعد شوية تتوقف الفوائد ويبتدي الناس يبحثون عن أموالهم. لقب باسم المستريح، ألقي القبض عليه، ولكن المشكلة الآن في المتألمين الذين أودعوا أموالهم ويتألمون ويتوجعون الآن بحثا عن شقائهم وجهدهم وأموالهم وممتلكاتهم. معايا السيدة أمل أهو اللي هي زوجها توفي. بس قبل ما أكمل معاكي، معانا أستاذ أحمد سعد من هنا، طيب نحاول نجيبه تاني. وأنا باخد في القضية في شكلها، أنا شايفك شايلة صورة زوجك حتى. أيوه. باعتباره ضحية. بس أيوه. الناس هتقول طب ليه، يعني ليه، لماذا لم تودعوا أموالكم في البنك، في قناة السويس، مشروع قناة السويس، في مشروع حلو لمصر ولشباب مصر. ده مشروع وهمي. ايش عرفنا ان كان وهمي؟ ده بيقولوكوا مصنع. ايش عرفنا ان كان وهمي؟ انا قالك هتخشوا بسهم واربحنا قماش واصبروا علينا واستحملوا. طيب هل 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 المشكله الاساسيه ان انتوا لقيتوا ان الناس كلها بتحط عنده كل فواثقين فيه يعني كل عندنا في شبرا الخيمة كلهم حاطين فلوس. ايه ده، انا عدد كبير. اصله انا شايف الضحايا في الصعيد. لا، في هنا اكتر. لا، شبرا الخيمة كمان. في شبرا الخيمة؟ شبرا الخيمة كلها. يعني الراجل واخد من الصعيد للدلتا للقاهرة. شبرا الخيمة. من الصعيد للقاهرة كده. شبرا الخيمة. ايوه في ناس كتيرة في شبرا الخيمة، ناس كبار قوي حاطين مبالغ كبيرة. طبعا احنا هنا بنشوف الامتدادات، النشاط الكبير اللي يشوف يصل الى هذا الحد، والناس بتقول لبعضها والفلوس بتيجي. يعني عشان كده هو المستريح فعلا، لكن الحمد لله انه القي القبض عليه. ندائك بعد ما اتقبض عليه، ايه النداء اللي انت عايزاه؟ يرجع لي فلوسي عشان اسدد دين جوزي اللي مات دوت. نداء الوحيد ان يرجع الفلوس، فلوس اليوتا ما دولت لابو متيا توفى. طيب نكتب التليفونات يا جماعه على الشاشه. نتلقى تليفونات اخيره. كل حد عايز فلوسه دلوقتي يا ام، كل واحد بيعتبر مصيبته طبعا اكبر من مصيبه الغير. ايوه. ولو قلت للناس اولويات دلوقتي، كل واحد هيقول لك لا انا عاوز فلوسي اولا. نسبتي كبيره قوي، جوزي وبعدين فلوسه، خرب من كل جهه. نسيبت الناس نسيبها واحدة، أنا نسيبتين وفوق ده جوزي. طبعا موت وخراب ديار. أيوة. يا أستاذ وائل. وديانة بيلحقوكوا. أيوة حتى طبعًا الآن. أيوة طبعا عايزين فلوس. يعني شيكات كمان ممكن. أيوة. أنا كل واحد نسيبته نسيبة واحدة، أنا نسيبتي نسيبتين، فوفاة جوزي والفلوس بتاعت الناس. طيب ناخد تليفونات من المشاهدين. أستاذة رحاب من شبرا. أستاذة رحاب اتفضلي. استاذ رحاب. ايوه استاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. هو في الاول انا حابه بس اعزي مدام امل واقول لها عوضك في الدنيا ان شاء الله اولادك، وربنا باذن الله يوقف معاكي، لان انا اعرفها معرفه شخصيه. الست دي بجد اخلاقها طيبه جدا وما بتزعلش حد خالص. انا اعرفها معرفه شخصيه وبقول لها باذن الله ربنا هيجيب لك حقك، عشان انت انسانه طيبه وكويسه، وعوضك في الدنيا اولادك باذن الله. الحمد لله. طيب هل انتوا كلكم في شبرا الخيمه حاطين فلوسكم عند المستريح ولا ايه؟ لا بالنسبه لي انا لا طبعا. انا بحط عندها في البوسطه. بتحط عندها في ايه؟ في البوسطه. في البوسطه؟ انت بتشتغلي في البوسطه؟ موظفه في البريد. طب يعني انا بقول لها ربنا عوضك كل خير عشان انت تيجي تحط فلوس في البريد. نصيبنا يا استاذ وائل، نصيبنا.
وقدرنا، نصيبنا وقدرنا. مدام منى، مدام منى اتفضلي يا فندم. استاذ وائل اهلا بيك يا مدام منى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. يعني انا بعزي المدام والبقاء لله وربنا يعوض ولادها ان شاء الله، لكن انا في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها حضرتك. اتفضلي. دلوقتي ما بيعديش سنه يا استاذ وائل الا لما بتحصل عمليه نصب كبيره جدا. الناس دي للاسف الشديد احنا شعب نساي، بننسى وبيحطوا فلوس وبدون تفكير. البنك بيدي 9% ولحد السنه اللي فاتت كان بيدي 10.5. اغلب الناس للاسف الشديد مش عايزه تشتغل، بقت دلوقتي تحط مع اي حد عشان تاخد عائد اكبر وتريح دماغك. ايوه، في فلاحين باعوا الارض وقال اشتغل ليه؟ طيب ما خلاص، ما هي كارثه، ما هي دي مصيبه. انا المستريح هيديني 11%، انا لسه بقول ال 3000 بيعملوا 4000 في السنه. طيب ما احنا بنقول بقى لو كل بني ادم مش عايز يشتغل، ما هي البلد دي علشان كده ما بتقومش، مش هتقوم طول ما الناس مش عايزه تشتغل، ما ينفعش. يعني ال 100000 ممكن يعملوا مشروع، في مكاتب استشاريه بتقول لك المشاريع اللي في حدود كذا قد كده وتعمل كده وتسوي كده، وكل للاسف اللي اودعوا فلوسهم ناس متعلمه. يعني انا مش فاهمه، وما بيعديش سنه لما بتحصل عمليه نصب كبيره جدا. طب الناس دي فين دماغها؟ فين عقلها؟ مش عارفه الحقيقه يعني، والاخر بيحملوا الدوله مسؤوليه النصب اللي حصل ليهم. طب الدوله دي اتنين في الدولة بيشتغلوا، المهندس محلب ورئيس الجمهورية، 24 ساعة بيشتغلوا، والباقي كله قاعد في المكاتب ما بيعملش أي حاجة، يروح محافظ ويجي محافظ، يروح وزير ويجي وزير، وهكذا. طب وبعدين البلد دي هتقوم إمتى؟ يعني أنا مش فاهمة الناس مش عايزة تشتغل ليه؟ مدام منى بتوجه لك بالشكر. أستاذ أحمد سعد من هنا. أستاذ أحمد أهلا بيك. استاذ وائل التحيه لحضرتك والتعازي في الست المحترمه ضيفتك. بحب اسجل يعني حالتين امبارح حدثوا في قنا. الحاله الاولى واحد فقد عقله تماما وتخلى عن ملابسه واصبح يسير في الشارع عاري الجسد تماما، وهو من ضحايا المستريح. فقد عقله يعني اتجنن وبيلع هدومه وماشي في الشارع؟ بالضبط، تمام. ده في مركز دشنة، ويعني لأنه حسب معلوماتي المؤكدة أنه أودع ما يقرب من 60,000، وده كان شجع عمره من السعودية، كان شغال عامل أجري. الحالة الثانية اللي عايز أسجلها في برنامج حضرتك المحترم، يعني أنا في الحالة دي يعني عشان الناس كمان تتأمل، يعني أنا معايا حالة الزوج توفي متأثرا لما كمان حد يجيله لوثة عقلية ويصاب بالجنون لأنه حط فلوسه، فهتجيله لوثة عقلية وحالة جنون وماشي في الشارع قالع هدومه، وللأسف الشديد مع كل ده يعني هذه الصور المأساوية بننقلها للناس، السيناريو بيحصل كما هو. قول يا أستاذ أحمد والحالات التانية. على فكرة يعني اللي فقد عقله ده يعني سنه يا دوب 39 سنة. 39 سنة. 39 سنة. الحالة الثانية في مركز دشنة برضه، وهو طلاق زوجتين من أزواجهم الموجودين في الكويت، ودول كان الأزواج بتاعتهم بتبعتوا لهم الفلوس دايما بصفة مستمرة على أساس يعني يضعوهم عند أزواجهم بشكل يعني كأمانة. فالزوجات دول الاثنين ادوا فلوسهم للمستريح على اساس استثمار، وكانوا بيفهموا ازواجهم اللي في الخارج بيتعبوا انه الفلوس مستثمره، واحنا يعني في عائد كبير جدا. فرح لما شاف البرنامج يوم الاحد اللي فات وعرفوا انه كانوا انه يعني هم ضحايا ازواجهم، فبلغوهم بالطلاق. طلاق؟ نعم. حالتين يعني انهيار اسري واجتماعي وطلاق وجنون وموت يعني. نعم نعم. احد الحالات الطلاق ده معاه ثلاث اولاد. معاه ثلاث اولاد. نعم معاه ثلاث اولاد. وهنا طبعا ضياع الفلوس عمل الخلاف الزوجي ده. نعم. لكن عايز اختم مداخلتي مع حضرتك
بمثل شهير جدا معروف شعبي بيقول النصاب بخير طول ما فيه سوق للطماعين. طول ما فيه سوق للطماعين. سوق للطماعين طبعا. فالمثل بيأكد على انه عمر ما النصاب هيكون وجود طول لو ما فيش طماعين. فالطماع دايما هو يعني الصيدة بتاعت النصاب. طيب معانا استاذ حسني من امبابة. استاذ حسني اتفضل. استاذ احمد سعد الف شكر. استاذ حسني اتفضل. استاذ وائل ازي حضرتك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك اتفضل. الله يخليك يا استاذ وائل. استاذ وائل انا عندي قصه بالظبط زي قصه الاستاذ المستريح. هي انا من السنه اللي فاتت بنحاول نتواصل مع حضرتك مش عارفين. هي قصه الاستاذ الفاضل ايمن عبد الغفار عبد الوهاب الطويل اللي هو نصب على منطقه امبابه والوراق بالكامل في اكتر من 150 اسره مصريه يا استاذ وائل اتشردوا بسبب الانسان ده. ده نصب باكتر من 35 مليون جنيه يا استاذ وائل. وهو فين دلوقتي؟ هو هربان يا استاذ وائل داخل مصر. هو من قريه مشهوره اسمها شنباري في اوسيم في محافظه الجيزه. وبرضه توظيف اموال. توظيف اموال. هو كان بيشتغل في شركه ادويه شهيره. شركه الادويه دي يا استاذ وائل كان هو دي الستاره بتاعته. بيقول لنا انا بشغل الفلوس في الدواء وبتجيب ارباح كام يا ايمن؟ بجيب ارباح 10 و15 و20%. نفس قصه المستريح بالظبط. نصب علينا يا استاذ وائل في اكتر من 35 مليون جنيه. خدنا عليه مجموعه احكام وصلت لاكتر من 20 سنه يا استاذ وائل لغايه دلوقتي. انا بخاطب الجهات المعنيه ان هم يقفوا معانا. بقول للرئيس السيسي ده ارهاب من نوع جديد. ده بقى ارهاب يا استاذ وائل من نوع جديد. انت بالوقت الناس دي يعني تعليقا للاخ الفاضل اللي دخل والاخت الفاضله اللي دخلت. احنا مرتباتنا بتبقى على قدنا يا استاذ وائل. فبنقول حاجه تساعد جنب المرتب. فودينا فلوسنا يا استاذ وائل لانسان زي ده واتنصب علينا النصبايه الكبيره دي يا استاذ وائل. طبعا يعني احنا في اذا بنفتح الملف فلازم لابد ان نفتحه بكل قضاياه. يعني انتوا بتقولوا بقالكوا سنه ولا بقالكوا قد ايه؟ بقالنا من 30/4 هرب 30/4/2014 يا استاذ وائل. وكان نفس الوضع بيدفع لكم فوائد في الاول كويس يعني. كان بيدفع لنا قعد مستمر معانا سنتين كويس جدا جدا والفلوس بتوصل لك برضك عن طريق مندوب. ما هو نفس السيناريو يا استاذ حسن. نفس السيناريو. هيقعد سنتين ثلاثه يدفع كويس ياخد من الجديد يدي للقديم يلبس ده طاقيه ده حضرتك من لغايه عند لحظه معينه مش هتلاقيه. بالظبط. حصلت حالات طلاق كتير يا استاذ وائل وكل الكلام ده موثق. حصلت حالات طلاق كتير. في ناس جرت لها جلطات في القلب. احنا ما كناش عارفين نوصل لبرنامج حضرتك المحترم عشان القصه دي. هو مازال في مصر بيحيا في مصر يا استاذ وائل. خطبت النائب العام في تاريخ 12/5/2014 ببلاغ للنائب العام ان احنا الانسان ده جوه مصر واحنا مش عارفين نجيبه. انا من خلال برنامج حضرتك المحترم يا استاذ وائل بقول لحضرتك يعني نناشد الجهات المسؤوله مباحث الامان العامه. ده ارهاب للمصريين من نوع جديد يا استاذ وائل. ده ارهاب جديد من المصريين. طيب انت ما هي قصه ايمن استمعنا ايمن عبد الغفار عبد الوهاب الطويل من قريه شنباري في اوسيم. اهله مخبينه عندهم يا استاذ وائل ومش عايزين يطلعوه وهم اسس الفساد. مش عايزين يطلعوه للجمهور اللي هو نصب عليه. انت قدامك التلفزيون دي صورته دي صوره النصاب. دي صوره النصاب يا استاذ وائل. ايمن عبد الغفار عبد الوهاب الطويل هي دي صوره النصاب يا استاذ وائل. احنا يا استاذ وائل خلاص الناس دخلت في تطاحن مع بعض. الناس هتموت. كان بيدوكوا فايده كام بتقول؟ على حسب يا استاذ وائل بيدي 10. فوجئنا بعد الموضوع ما طبعا اتعرف 10 و15 و20% وسط الفوائد بتاعته 20% يا استاذ وائل. نفس القصه 20% في الشهر. 20% في الشهر يعني حضرتك يعني 240 في السنه. يعني حد يصدق ده يا جماعه؟ يا استاذ وائل احنا ما سالنا الادويه دي. هل الادويه قعدنا مع صيادله قعدنا مع ناس بتفهم في المجال الادويه قالوا لنا ان الادويه تعمل كده. ايوه يا جماعه تعمل 10 و15 و20% ومن الطريق ده احنا سلمنا وقلنا خلاص ما فيش مشكله نبدا نشغل. الثقه بدات تزيد شهر بعد شهر يا استاذ وائل. بدات تزيد شهر بعد شهر. المبالغ كانت بتكبر. الناس اللي كانت بتاخد الارباح كانت بترجعها له تاني على صوره راس مال يا استاذ وائل.
من كثر الثقه اللي احنا حطيناها فيها. هو نفس السيناريو. طيب احنا استاذ وائل عاملين صفحه على الفيسبوك اسمها ضحايا نصاب امبارح والوراق ايمن الطويل. انا بناشد كل المصريين المحترمين ان لو شافوا الشخص ده في اي مكان الناس تقبض عليه، الناس تمسكه، ما ينفعش يحيى في خير مصر واحنا كده قاعدين كده يا استاذ وائل. فلوسنا، انا واحد من الناس منصوب عليا في اكتر من 500 مليون او 500 الف جنيه. المربع بتاعي بس يا استاذ وائل فيه 8 مليون جنيه على ناس منصوب عليهم، ناس بسيطه جدا. مجموع كل واحد كان بيعرف يا استاذ وائل، واحد كان بيبلغه بيقول له والله ده فلان بيشغل فلوس، ده فلان بيعمل فلوس، طب فلان ده موثوق فيه، احنا بقى لنا معاه كذا شهر والراجل ده بيشغل الفلوس، ومن هنا خد الثقه يا استاذ وائل. طيب عموما احنا بنناشد الجميع اهو يا جماعه، علينا بقى ان احنا ننتبه. هذا المسلسل يجب ان يتوقف. اما حد يجي يقول لك انا بنك متجول وانا هدي لك 11% 12% اي فايده في الشهر، مفيش فوائد بتتاخد كده، ده نصاب هيدي لك سنه واثنين وثلاثه وبعد كده هيتوقف، مش هتلاقيه. نفس السيناريو بنفس الاسلوب، والناس لسه لغايه دلوقتي بتخدع وبيتم النصب عليها. طيب بتوجه ليك بالشكر، واحنا قدامنا الحالات اللي قلنا لكم عليها مجموعه من الحالات المختلفه. طيب معانا استاذه سماح من القاهره. استاذه سماح اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ وائل؟ تمام الحمد لله تمام. انا طبعا بعزي المدام اللي عند حضرتك، بس عايزه اقول ان احنا ما نثقش في شخص. احنا دلوقتي لما بنودع بفلوسنا في بنك احنا بنامن لانها في دوله، انما يعني اثق في شخص ازاي؟ ما ينفعش اثق في شخص. ايه الضمانات اللي تثبت لي ان هو هيديني فلوسي او هاخد فلوسي تاني؟ ما ينفعش اثق في شخص. فهي دي غلطتهم طبعاً الوحيده طبعا الصراحة. ده يعني عدم الثقه الا في المؤسسات الرسميه، اللي انا ابقى عارف انا هدفع فلوسي فين وهاخد ما يثبت واستطيع ان انا استرد حقي قانونيا في اي لحظه. انما لشخص كده ماشي ملوك توظيف الاموال الجدد، المشكله ان احنا عانينا من هذه الظاهره من قبل وما زلنا نعاني منها حتى الان. استاذ سماح بتوجه لك بالشكر. محمد شوقي. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد استاذ محمد اتفضل. محمود شوقي. اتفضل حضرتك. محمود شوقي. استاذ محمود اتفضل. محمود شوقي من رول الفرج. اتفضل. بقول لحضرتك احنا اتفضل انا سامعك. بقول لحضرتك في شركه فاتحه، كانت فاتحه في المهندسين. الكلام ده من سنتين، اسمها فيوتشر تريد بجوار فندق النبيله. باسم احمد فاروق علي عمر. بتعمل ايه؟ دي حضرتك ديت حاجه اسمها فوركس، في مجال الفوركس، فرق عملات وفرق ذهب وحاجات من دي. بقول لحضرتك فرق، بتشتغل فرق عمله وذهب وحاجات، وبقول لك كروت شحن وحاجات من دي، زي الحاجات برضو اللي هي القصه اللي دايره في التلفزيون عند حضرتك. فهو حضرتك دلوقتي خد مننا لمم اكتر من 29 مليون جنيه وخالع، وعملنا محاضر في الاموال العامه، وراحوا ونزلوا رول الفرج وخالع عندنا هناك، وخد ابوه وامه وافراده وعياله ومشوا. مش سايب غير حماه بقى في عزبه النخل. رحنا لحماه كذا مره يقول لك انا ما اعرفش طريق بنتي، مش عارف طريق بنتي فين. رحنا له كذا مره بقى عمل لنا محاضر في اسم المصريه بقى زمننا احنا. طب انتوا بعد ما عملتوا بلاغات ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه، اهو حماه عمل لنا احنا بقى محاضر، بيقول لك ان احنا جينا نتهجم عليه وكده في اسم المصريه. انتوا عدد الضحايا كام؟ ده اكتر من 30 40 واحد حضرتك، وفي ناس جات لها السكر، وفي واحد صاحبنا اسمه عمرو توفى. يا فندم توفى؟ توفى. ده توفى في الحال، وفي اخو صاحبي ممدوح كان شايل معاه 50,000 جنيه جاله السكر وفي المستشفى. دفع كام هو؟ اللي هو مين حضرتك؟ اللي توفى. اللي توفى دوت متصدر لناس، كان واخد من كذا عميل على اساس ان هو بيطلع لنا نسبه في الشهر 10%.
خد من الناس وكاله البلح وناس من سوق الابور. فاما الناس راحت طيب انا بس يعني عايز انا حتى يعني كل التعليقات بتجيلي من الناس. صحيح الناس هتتعاطف مع مقاسيكوا، لكن الناس بدأ عدد كبير بيرفع شعار انه الضحايا طمعين، الضحايا طمعين. ايوه ايه اللي خلاك تطمع؟ هقول لحضرتك على حاجة. انا ابني تعبان فهو استغل النقطة ديت، فقال لي انا هساعدك عشان خاطر ابنك تعبان وكده. فكان ابني كان بياخد دم في مستشفى فخلاني دخلت جمعية وعملتها واديته الاسم الاولاني. وبعد كده كان ليا ورث وكده، حتة ارض بعتها وحطيت الفلوس معاه. يعني عشان ابنك تعبان؟ عشان ابني تعبان وما كنتش قادر اجيب حق العلاج، فلقيت فلوس بتجيلك اول كل شهر كتير. هو اداني شهر وجبت له الدفعه الثانيه من الفلوس، ما اعرفش بقى عنه حاجه. المهم حماه كل فتره مكلمه يقول لك طب اظهره الشهر الجاي، طب اظهره مش عارف ايه. وفي الاخر راح عمل لنا محاضر، حماه ما عرفناش، جاب ثمانيه رباعيه وعمل لنا محاضر. فانا بناشد دلوقتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا شباب احنا اكتر من 30 واحد، يقف جنبينا عشان احنا كده كنا. بس انا عايز بس اوضح للناس، انت بتتكلم عن مستريح تاني في ال لا ده حضرتك ده رحنا لضابط اسمه تامر قويس في مراحل الاموال العامه ولف عليا الدنيا، وبعد كده قفل الايميلات بتاعته اللي كان بيكلمنا من عليها وغير ارقام. اسمه ايه بقى بتقول؟ احمد فاروق. اسمه احمد فاروق من واحد سجن 20 شارع المهدي، وهو قالب. في ناس قالت لنا حبه ده قاعد في العين السخنه، وفي ناس قالت لنا ده مش عارف اسماعيليه، بس هي اهل اسماعيليه، حماه في عزمه النخل في المرج. وفي واحد تاني انا مش هنفع اقول لحضرتك على الهواء اسمه، بس لو حد كلمنا انا هقول لك ده مين. ده صاحبه اللي عرف طريقه، ومعانا صور ومعانا كل حاجه وكله، واخدين عليه احكام كمان. طيب احنا بنناشد السيد الرئيس ورئيس الجمهوريه يقف جنبنا عشان احنا شباب، وفي مننا اللي كنا عايزين نروح نموت حماه وعايزين نخطف حماه، فاحنا ناس متعلمين مش هنعرف نعمل كده. المهم ان الناس تتعلم. يعني خلي بالكوا دي تالت ماساه واحنا على الهواء دلوقتي تانيه، يعني احنا مش مستريح، ده تالت مستريح الناس تتكلم عنه، يعني شخصية تالتة. يعني الناس كانت تتكلم عن واحد قبل كده في مبابة، وفي واحد في الوراء، وفي واحد اهو في المهندسين، وفي كل منطقة هتلاقي فيه مستريح ومتألمون. هو بياخد فلوس الناس والناس بتتألم. الشاعر اسلام خليل. اسلام اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا اسلام، اتفضل. انا والله انا يعني انا مستغرب ان يعني انا مش عارف الواحد يقول ايه بالظبط. يعني اما نلاقي ضابط ونلاقي محامي ونلاقي يعني ناس، في ناس كتير مثقفه ومتعلمه وتعمل حاجه زي كده، يعني احنا نلوم على مين؟ وبأبسط حاجه واحد يعمل حاجه غلط وينزل يمسك لوفط ويقف في الشارع والحكومه الحقيله، ولا الحكومه جت قالت لك ادي فلوسك لواحد مش معروف، ولا واحد نصاب، ولا واحد مجهول، ولا الحكومه كانت معاك وانت بتعمل كده. اما تتسرق الفلوس وتتاخد ويطلع راجل نصاب نجري جري واحنا بنبلغ الحكومه تلحقنا وده غلط وده ارهاب. اسمع ازاي؟ اتفضل. ما اعرفش يعني حاجه غريبه ان حد يبقى متعلم ومثقف وشخصيات عامه مش يعني لو حد غلبان وعمل حاجه زي كده الواحد هيقول غلبان وظروفه، انما يعني لسه واحد مكلمني عايز بيقول لي والنبي حاول توصلني بالبرنامج 250,000، اما معاك 250,000 اللي عايز ايه تاني؟ روح حطهم في البنك يا اخي احتلك، تاخد 250,000 جنيه هتبقى مليون جنيه وتديهم لواحد انت ما تعرفوش. ضاعوا منه ال 250,000 طاروا. وبيشتكي له ايه؟ عايز اتكلم. تتكلم في ايه؟ كنت فين انت وانت بتدي له 200 اما واحد معاه 250,000 يعني ده غلبان؟ ما انت مش غلبان ولا حاجه اهو، ما تشتغل بيهم اعمل مشروع. الناس انا كاتب كلامي يعني مش عارف في الظروف دي ممكن اقوله لحضرتك. قوله لنا. يعني دي اغنيه جديده هيغنيها شعبان؟ والله يعني انا كتبتها امبارح وكنت متردد، قلت لاحسن الراجل يطلع بريء، ما طلعش بريء ولا حاجه يعني. طيب اتفضل. بقول بنجيبه لنفسنا محدش بيجيبه لنا، وياما كتير حذرنا من نصابين وقلنا عملها المستريح وكلامنا ولا اتسمع، ادي اخره الطيابه وادي اخره الطمع، المكسب الاونطه في خلق بيه مهووس، وناس مش عايزه تتعب وعايزه بس فلوس، كتر خير الحكومه هتعمل ايه ولا ايه؟ لو شفت المستريح أرجوك بلغ عليه يا مستر، ريح ريح وهات فلوس الناس يا عم، عيب مش كده، خليك حرامي كلاس،
يا ضحايا المستريح يلي بتحلموا بالغنى، او خد فلوسكو وهرب ومعاكو ربنا. ما هو لو بطلنا الكسل وكسبنا بالحلال ما كانش ده كله حصل، ما كانش راح المال. ما تعلمناش من الماضي ولا حد بيستفيد، ورجعنا تاني نلاقي توظيف اموال جديد. ما تقولش علم وجهل، العيب ده عيب الناس. ما بتتعلمش سهل، عايزين فلوس وخلاص. يا رب نفهم بقى ونشتغل كلنا، ومحدش يشتغلنا ولا حد يخمنا بس. وربنا الله يسلم. نتمنى طبعا انه الناس تستفيد من ده وما تقعش في الفخ تانية. اسلام خليل بتوجه لك بالشكر، الف شكر. هختم معاك يا أم. أنا عايز يعني أنت صيحة التحذير. صحيح أنا يعني الناس هنا لازم تشوف الحالات المنكوبة قوي. أيوه. وتديها ما يثقوش في حد تاني ولا جزء حتى من الفلوس دلوقتي. يعني إذا الدولة استطاعت إنه، لأنه حتى الآن معرفش إذا كان هتستطيع إنها تحصل على أموال من المستريح ولا لا بعد القبض عليه، لكن نتمنى انه على الاقل الحالات المنكوبة يتم اعادة جزء من الاموال، علشان زي ما انت بتقولي الناس بتلاحقك. يعني. ايوة طبعا. والله لغاية امبارح في عزاء. والله. اسلام يعني بالتأكيد والدك لما بيحط الفلوس دي عشان يجيب عائد يبني لكم مستقبلكم. كان عاوز انه يبني لكم مستقبلكم يعني. لكن للاسف الشديد العائد اللي حصل هو وفاة والدك. لما بتشوف اللي بيحصل ده بالتاكيد انت عايز يعني ببراءة الاطفال كده تنبه الناس. مش عايز تنبه الناس انه محدش يعمل او محدش يثق في حد كده؟ لا، اولا بس محدش يضحك على التاني. أولاً كفاية أنه محدش يضحك على التاني. ما هو للأسف الناس بتنصب على بعضها وبتستغل البساطة وحسن النية. بتستغل الغلبان. إسلام بتوجه لك بالشكر يا أم. هختم بيكي بس أنا عايز عايز الناس تشوف صورة الزوج، وهختم بيها علشان لما تبص في هذه المأساة تشوف ازاي انه اهو ده اول شهيد في عمليات النصب. هو ضحية ولازم هنتضامن معاه. صحيح الناس هتقول انه هم اخطأوا، لكن كمان المجتمع اخطأ انه يسيب هذه الظاهرة بتنتشر بهذا الشكل. حاسبكم مع هذا المشهد. نختم به زوجة تحمل صورة زوجها الذي توفي متأثرا بالهم الشديد والنكد الكبير الذي أصابه بعد ما اكتشف أنه أودع أمواله عند نصاب. مش عايزين هذا المشهد يحصل لحد تاني. مش عايزين هذا المشهد يحصل لحد تاني. إن شاء الله هنكون معاكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة، وهختم تاني بهذا المشهد اللي عايزه يترسخ في أذهان الناس عشان ما يحصلش ده لأي مواطن.